سبحان الكريم الفتاح، خالق السماء وخالق الرياح، وجنة من عنب وتفاح. بذكره القلب يرتاح، والغمة اللي في القلب تنزاح. عاونا يا سيدي ربي نداويو هاد الجرح، والقول الحل والمفتاح. ولد بنادم على وجهه سراح، خلقو منو شلا شباح. ايوا قوم خبيثة وقبح، شحال ما طال الليل راه غادي يصبح. مول النية الغارقة ما يربح، واللي توكل عليه في السعادة يسبح. واللي توكل عليه في السعادة يسبح. السلام عليكم، الاسم ديالي ربيعة، واليوم جيت نعاود لكم قصتي وحكايتي. انا خواتاتي القصة اللي غادي نعاود لكم اليوم مخلياني بلا نعاس، وما عرفت ما غادي ندير. غادي نعاود لكم القصة ديالي من الاول. انا تربيت وتزاديت غير في العربية، الحمد لله كافحت وقريت. واخا تزاديت وكبرت في العربية، غير وصلت للسادس وانا ندير يديا في الدنيا. قلت لهم خصكم تقريوني ولا باس. الوالد ديالي مسكين ما كانش عنده المشكل، امي كذلك، ولكن واحد عمي الله يغفر ليه ما خلاش الوالد، وقال لي واش تحماقيتي فين باغي تقري هاد البنت. كانت عندي واحد عمتي في المدينه، ناض داك عمي حرشها، قال ليها شوفي واخا تجي عندك فلانه تبغي تقرا عندك، يجيبها باها ولا امها ما تشديهاش عندك. داك عمتي مسكينه عندها حنايا عزازين، حيت الوالد ديالي محقور بين خوتو، وكانوا خوتو كيريو عليه. جات عمتي مسكينه ما لقات ما تقول، قالت ليها ودي انا هذيك راها بنت خويا ما نقدرش نقول ليه لا. هاد عمتي مسكينه عندها الوليدات عزاز، حيت كانوا وليداتها كبروا، هي شويه كبيره في العمر، كانت ديك الوقيته عندها 56 سنه. كانوا بناتها كبروا، وحده توجت وحده كانت كتقرا على برا. ولادها واحد مشى خرج يقرا حتى هو على برا، وواحد كان خدام غير تما ولكن كان مستقل بذاته. وليداتها غير من العطله للعطله عاد كيتجمعوا عندها. صافي هي هذيك ملي قال ليها عمي ديك الهضره ما قالت ليه والو، على ما كتعاود ليا هي من بعد. فعلا الوالد غادي يهبط عند ديك عمتي وغادي يهضر معها على وديت القرايه ديالي. عمتي ما بغات تقول ليه والو، قالت ليه واخويا شنو غادي نقول لك، المسؤوليه راها صعيبه وانا خايفه لا الله يستر تمشي توقع ليها شي حاجه ولا. ولكن الوالد بقى مصر عليها، رغبها ونضبس ليها على راسها، وقال ليها اختي الله يجازيك بخير، بنتي راه باغا تقرا وراها كتبكي الليل مع النهار. انا راني بغيت نخرجها ولكن راها ما بغاتش، وزيدو البنت كتقرا مزيان وما بغيتش نضيعها الصراحه في القرايه ديالها. ايوا قال ليها انا راه فيا ما نخرجهاش كتستنفع امها في الدار، ولكن راها ما بغاتليش. ايوا عمتي مسكينه بقات كتشوف حتى عيط في الاخر، قالت لي شنو غادي نقول لك اخويا، جيبها وامري لله. في الاول الوالد مسكين كان كيحسب له بلي راجلها هو اللي ما بغاش، ولكن بالعكس راجلها هو اللي هضر مع الوالد وقال ليها ودي واش حنا البنت غادي نحسدوها، طرد الخبز اللي كناكلو تجي تاكلو معانا، غير دير عقلها ودخل سوق راسها. قال ليه الوالد انا من ديك الناحيه هذيك بنتي الحمد لله مربيه احسن طبيعه. قال ليها ودي فلان هذه راه سميتها المدينه، والله يسلا تلاقات غير مع البنات رامي فلسوها. قال ليه الوالد انتم هنايا ولا كانت شي حاجه ولا راه بنتكم. صافي الوالد مسكين جا وجاب ليا الخبر اللي فرحني بزاف، حيت فاش مشى غير بوحدو. ايوا هي هذيك فاش جا قال لي يلاه جمعي حوايجك ويلا غادي تهبطي للمدينه. فعلا داكشي اللي كان الوالد مسكين تكلف لي بالامور كامله، هبطت عند عمتي اللي غادي تفرح بيا غير فرحه، ولكن من بعد شدتني قالت لي بنتي ها شنو كاين ها شنو كاين، راه عمك الفلاني راجع عندي وما خلانيش نقريك عندي. قالت لي دابا تا لا جا وسمعتي منو شي هضره ولا ما يحسبلكش انا. قلت لها شوفي عمتي ما كاين لاش تبرزتي راسك، هذاك عمي وانا عارفه راه حرشت الوالد وما خلاش يقريني، وقال لي البنت غادي تمشي تقريها غادي تفلس وغادي دير وغادي تفعل. علاش؟ غير حيت داك عمي ولد غير الولاد، وتا واحد فيهم ما خرج نافع وما كانش كيحمل الوالد، واخا الوالد مسكين فقير وما عندوش. داك عمي عنده اللي ما يتعد ما يتحصى، كان كيحسدو غير على ولادو، حيت حنايا الحمد لله مهديين، حنا ثلاثه بينا انا وجوج خوتي اللي صغر مني. المهم هي هذيك هبطت عند عمتي كيف ما قلت لكم، بديت المشوار الدراسي ديالي، كنت كنقرا مزيان، كنت كنجي انا الاولى بلا دعم بلا سوايع بلا حتى شي حاجه، وعاد كنت كنعاون عمتي في الشقه ديال الدار، واخا مسكينه ما كانتش كطمع فيا وكتقول لي شوفي بنتي الله يرضي عليك غير قراي ووصلي داك الشيء اللي بغيتي تحققيه وبعدي على البنات. كانت دائما كتوصيني، قريت عندها السابعه الثامنه التاسعه، في التاسعه جيت انا الاولى في الامتحان. كاع الناس في ديك المدرسه بقاو غير كيشوفوا منهم اساتذه واستاذات،
اما بالنسبه للبنات اللي كيعرفوني وكانوا كيتنمروا عليا وكيعيطوا لي غير العربيه، كلهم بقاو حالين فمهم فيا. الحمد لله مستواي الدراسي كان مزيان بزاف، طلعت للسانكيام، وهنا فين غادي يجيب واحد التقنقينه لراجل عمتي. اقسم بالله البنات دابا دازت مده طويله على داكشي، داكشي ما عمره ما كان. كتبوا عليا واحد الكذبه اللي ما نسمح لهم ما نغفر لهم. انا خواتاتي رجع للدار على نيتي، حتى كنلقى واحد السيد وقفني، توقف لي وقفني داك السيد قال لي سمحي لي بغيت نهضر معاك. وقفت عادي، قلت ليه شنو سيدي شنو بغيتي؟ راجل كبير تكون عنده ديك 35 36 عام، يعني راجل كبير. قلت ليه شنو سيدي شنو بغيتي؟ قال لي راه حكشتك وعجبتيني وما كرهتش نتصاحب معاك. وشدني من يديا، انا نطرت منو يدي، قلت ليه سير بعيد مني الشريف، واش حماقتي ولا تصديتي؟ اش هاد البساله هادي؟ المهم درت واحد الدوره شيطانيه وجيت بحالاتي للدار. وسبحان الله كيف ما وصلت للدار عاودت لعمتي داكشي كامل بحال كانت سابقاني. قلت لها عمتي، قال لي رقبك شنو وقع معايا دابا ملي كنت راجعه؟ قلت لي شنو كاين ياك لاباس؟ قلت لها ها ما كاينه ما كاين، عاودت ليها داك النقط كاملين. قالت لي اتصل لاخور، قالت لي واش تي مره اخرى الا تعرض لك دي معك عمك فلان، يعني على حسب راجلها. انا يا عاد هكاك ما كملناش حتى نص ساعه صحيحه، زولت حوايجي حيت داك الصباح كانت عندي الرياضه. دخلت للكوزينه باش نعاون عمتي، العشيه كانت عندي خاويه وكانت عندي واحد الحصه، الاستاذه كانت مريضه ما غاديش تجي، علمونا قالوا لنا الاستاذه الفلاني ما غاديش تجي بلا ما تجيو. صافي قلت غادي نعاون النهار عمتي في الشقه ديال الدار. هو يدخل لراجلها، دخل صاحط هو ما مالش يجي يتغدى في الوقيته ديال الغدا، اغلبيه كيتغدى على برا، ولكن داك النهار هذاك جا. لكن ما جاب داك يغوت على عمتي، هو حسب له انا راني في المدرسه. قال لي واش شتي داك المفلسه ديال بنت خوك؟ قالت لي شنو كاين؟ بسم الله الرحمن الرحيم ياك لاباس. ايوا قال ليها والله العظيم اللي يثق في البنات راه البنات ما فيهمش الثقه. انا عاد كنسمع الهضره ديالو، خرجت من الكوزينه شافني تصدم. قلت ليه مالك عمي فلان ياك لاباس؟ شنو درت انايا؟ ايوا السيد قال لي ايوا هذاك اللي كان شاد لك في يديك شكون هو؟ قلت ليه شكون هو اللي كان شاد لي انا في يديا؟ قال لي شوفي يا بنت فلان، انا النهار اللي جا عندي باك ورغبني عليك راني حشمت منه استقبلتك في داري، ولكن باش يجيو الناس ويعاودوا لي اخباراتك هذه اللي ما نبغيش. وهي تقول لي عمتي سكت 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 سكت، اجي نعاود لك انا القصه. قال لي اش من قصه اللي غادي تعاودي لي؟ قلت له البنت كيفاش وقع لها وكيفاش وقع لها وكيفاش وقع لها. قال لها هذا الشيء تنسياه، شفتي هذا الشيء هذا المنظر هذا؟ وزيده كتقوليها لي بوجهك احمر. وقالت لي سمعني نقول لك مزيان، البنت راه ملي جات من المدرسه راه جا قلبها عاد يسكت، والسيد راه وقفها حسب لها غادي يسولها واش دليها في يديها. وانا قالت لي عمتي فيق فيق، قالت لي باينه هذه غير شي تنوعيره. قال ليها كيفاش تنوعيره؟ قالت لي هذا اللي جا شك منك وجاب لك هذا الخبر باينه هو اللي محرشو، والبنت باغيين غير باش نجريو عليها حنا من هنايا حيت شافوها كتقرا وداخله سوق راسها. قالت لي شتي شي حاجه بعينك؟ قال لها انا ما شفت حتى شي حاجه بعيني، وهانت هي جات البنت عاودت لك كلشي، يعني هاد الشيء طرا. قالت لي ولكن راه شد ليها في يديها ماشي حيت هي باغيه، راه حيت بزز منها شد ليها في يديها وراه نثرت منه. علاش ما قالوكش راه نثرت منه ودارت فيه وجات في حالاتها؟ المهم راجل عمتي مسكين بقى غير كيشوف. قال لي شوفي انا عندي البنات ما عمرهم داروا لي المشاكل، وما عمر شي واحد جا ونعت عليهم بالصبع. قال لي دابا شوفي يا بنت فلان الله يرضي عليك ديري عقلك ودخلي سوق راسك، ومره اخرى ملي وقفك شي واحد في الشارع ما توقفيلوش. ايما انا بكيت داك النهار وسرتو هرتو يا خواتاتي، بقى فيا الحال وما عجبنيش الحال، ما زدني غير اصرار وعزيمه باش نقرا ونكمل قرايتي. قريت وصلت للباك الحمد لله، كنت قرايه، الا ما جيت انا الاولى كان جيت الثانيه ولا الثالثه. الدعم ديال والديا والدعوات ديالهم في دار الغيب ليا كانت معاوناني، اصراري وعزيمتي على القرايه كذلك، وحتى عمتي مسكينه ما ننسالهاش الخير. هنا فين غادي يجي ولدهم اللي كاين في اوروبا؟ هاد الولد ديالهم هذا كمل قرايته وجا باش يدير مشروعه هنايا خاص، بغى يدير واحد البزنس خاص بديك القرايه اللي قراها تما. بطبيعه الحال راجل عمتي لاباس عليه وكان عنده التقاعد ديالو، تاع عمتي تبارك الله برزقها. عيطوا لولدهم قالوا لهم، قالوا ليه كملتي اجي صافي دخل لبلادك ودير اشنو دير اشنو دير. فاش دخل داك ولد عمتي كان باقي كان بزاف ما دخلش للمغرب، شي 4 سنين تقريبا ما شافوش والديه، وكان ضروري بقى تكمل قرايتو عاد يرجع بلا منضي. فجاء ولد عمتي غادي يشوفني، وهنا فين غادي يحل فمو فيا. السيد غير شافني تزعت فيا وعجبته بزاف،
ما نكذبش عليكم حتى انا عجبني ولد عمتي. انا كنت كنعرفو كانت كتهضر مو معاه في التليفون، كانت كتقول له بنت خالك راه هنايا وهاشنو هاشنو، كان عارفني انني كنقرا عند امي، واخا ما كان عند امه واخا ما كانش هو كيجي. اما بالنسبه للخوت بطبيعه الحال كانوا عارفين اني كنقرا تما، حيت كل عطله كانوا كيتجمعوا تما كاملين. صافي حتى النهار اللي كيتفرقوا عاوتاني كيمشيو كيتفرقوا بالدموع، وكنبقى انا مع عمتي منساها، كنت معمره عليها الدار. هي ديك فاش هبط ولد عمتي وغادي يشوفني انني حتى انا قريت وكملت قرايتي وباغا نكمل الجامعه، هنا غادي يقترح عليا واحد الاقتراح. قال لي انا غادي تخصني واحد المساعده، واش ممكن زعما تخدمي معايا؟ قلت ليه اه مستعده، ولكن ما كرهتش نكمل قرايتي. قال لي عندي لك واحد الاقتراح، عندي كملي القرايه وفي نفس الوقت انت خدامه معايا وكتكتسبي تجربه زعما بلا ما تمشي تستاجي عليها ولا شي حاجه، وفي نفس الوقت كتخلصي. عجبني الحال بزاف وقلت الحمد لله ربي سهل عليا، ما نط ما قلبت على خدمه ما طلعت ما هبطت، ربي جاب لي الخدمه وخدمه زوينه ومستمره مع ولد عمتي. ولكن باه ما عجبوش الحال وما بغاش، قال لي واش نتايا تجيب وحده بدون شهاده بدون خبره، واش حماقيتي ولا تصطيتي؟ والمجال اللي راك فيه انت راه خسرنا عليك الزبابل ديال الفلوس وزيد حياتك كامله دوزتيها قرايه، وباغي هادي تخدم معاك من الباك. قال لي ما يمكنش. قال لي الوالد انا راني عارف شنو كندير. ولد عمتي بطبيعة الحال غلبت عليه العاطفة وبغاني نخدم معاه غير حيت عجبته، ما عرفت شنو كانت النية ديالو ديك الساعة، ولكن على العموم هو في الاخر غادي يطلب مني الزواج. المهم بقيت خدامة مع ولد عمتي، بديت معاه من تحت الصفر، يعني عاد بدي المشروع ديالو، عاد بدي داك البروجي اللي كيخص القراية اللي قراها سنين في اوروبا. بقيت كنطلع ونهبط معاه، ما بقيتش كنعمر بزاف في الدار، بقيت انا ولد عمتي تقريبا كندوزو الوقت كامل انا وياه. صافي تقد الامور ديالو وبدا الحمد لله بدينا العام الاول بخير وعلى خير، واخا كانت الامور عاد شويه، ولكن ربي سبحانه وتعالى اي واحد كيدير السبب باش يخدم على راسو راه كيعاونو. بيناتهم ولد عمتي اللي صراحه هو كافح وقرا وحياته كلها كيف ما قلت لكم دوزها في الخارج. من بعد ولينا انا ولد عمتي موس واحد يذبحنا، كيتكل عليا بزاف ديال الامور، وانا الحمد لله ما عمر خيبت ظنو في شي حاجه حتى لواحد الوقيته اللي غادي يهضر معايا في المعقول. قال لي شوفي ما غاديش نضيع لك من وقتك بزاف، واش تقبلي تزوجي بيا؟ صراحه انا يا فرحت وطرت بالفرحه، ولكن بحالي بحال اي بنت ما بينتش ديك الفرحه قدامه حيت ما بغيتش نبان قدامه خفيفه. قلت انا نترزن وندير عقلي والرزاق هو مولانا الكريم. بقيت كنشوف حتى عيط، قلت ليه ان شاء الله اللي فيها الخير الله يجيبها. قال لي لا ردي لي باش ما كاين. قال ليك ما عندك بنت خالي شي واحد في حياتك؟ ياك ما دايره علاقه مع شي واحد ولا متواعده مع شي واحد؟ قلت ليه لا شحال وانا معاك. قال لي دابا تقريبا هادي عام باش عرفتك هكا وجه لوجه وجلست معاك وهضرت معاك وعرفتك زعما شكون انت، حيت كنت كنعرفك بنت خالي ولكن ما عمرني ما عرفت شخصيتك. قال لي عمرك شتيني هزه التليفون كنهضر مع شي حد ولا تلاقيت مع شي حد ولا شتيني جالسه في شي قهوه مع شي حد؟ قال لي ماشي بالضروره تجلسي في القهاوي ولا تهضري، راه ربما يكون عندك شي حد هكا يعني قريب ليك، يكون شي واحد من العائله ديالنا ما تعرفيش. قلت ليه شوف اخويا ما كاين حتى شي حاجه. هو كان متخوف من اخوه، كان كيقول ربما كيعجبني اخوه الاخر ولا، ولكن لا انا ما عمر ما عجبني شي واحد في حياتي. كنت ملي كنت مراهقه كانوا كيعجبوني الدراري اللي كيقراو معنا، ولكن هذاك راه غير سنوات ديال المراهقه وداز. ولكن فاش اللي عجبني في المعقول هو ولد عمتي، صراحه انسان اللي تقدر المراه انها تعول عليه. ايوا فاش سولني وداكشي قلت ليه شوف انا نفكر شويه ان شاء الله ورد عليك، وهاد المساله هذه راه ما مشاش عليها الحال، راه الوقت كله قدامنا، انت باقي صغير وانا باقا صغيره. قال لي لا 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 الا كنتي انت باقا صغيره وشباب، انا راه تبارك الله راني كبرت وراه في العمر ديالي دابا 34 سنه، ما يمكنش انا نبقى بلا زواج. قلت ليه صافي الا كنتي مزوجتي تزوج. قال لي كتقوليها لي ببروده الدم. قلت ليه واشنو غادي نقول لك؟ انا راه قلت لك عطيني الوقت شويه نفكر ونتشاور مع راسي وديك الساعه يكون خير. قال لي واخا لالا ما قلتي حتى شي، فكري وردي عليا، وانا كنوعدك ما غادي نبرزتك ما غادي نقول لك حتى شي حاجه. النهار اللي تلقي راسك مستعده وباغا ها انا وقوليها ليا، لقيتي راسك ما مستعداش راه حنا خوت ماشي مشكل، انت خدامه معايا وانا نشوف الله يسهل عليا الله يسهل عليك. قلت لها سيدي بسم الله عليها. بطبيعه الحال انا كنت ميته بالبغيه البنات، ولكن ما بغيتش نقولها ليه، قلت خليني نتقل راسي شويه.
تقريبا بقيت شي 3 سيمانات عاد غادي نهضر معها في الموضوع. وبطبيعه الحال ما هضرت معها في الموضوع حتى تشاورت مع عمتي. ما بغيتش عمتي تدي مني واحد النظره اللي خايبه وتقول لك هي تلوت على الدري. انا جيت عمتي الصراحه قلت لها عمتي، قالت لي نعم، قلت لها بغيت نهضر معك بواحد الموضوع مهم. قلت لها شنو كاينه بنتي ياك لاباس؟ هي كانت كتخاف عليا غير من راجلها، حيت راجلها واحد بعينين زايغين، عينيه كيدورو في بلاصتهم. قلت لي ياك ما فلان قال لك شي حاجه ولا هادي؟ قلت لها لا 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 عمتي، ماما مسكين ما تجرأ عليا، بالعكس كيحترمني. قلت لك فلان، قالت لي مالو ياك ما تبسل عليك؟ قلت لها اعوذ بالله، لا بالعكس. قلت لها شنو كاين شنو كاين؟ قلت لي بنتي فرحت لك بزاف. قلت لي بالعكس انا نبغيكم تجمعوا. قلت لي انا ما نلقاش حسن منك، اول حاجه انت ربيتك على يدي وراكي منساني، وولدي ان شاء الله ما تلقايش بحاله. قلت لها عمتي انا بغيت غير نتشاور معاك، لا تقولي راه جات باش تقرا سقط تلوات لي على ولدي. قالت لي لا بنتي، قولي عاد بلا مش دراجي، راك انت في المرتبه ديال بنتي وما كرهتكش تكوني عروستي، راكي تربيتي يدي. ايوا فرحت بزاف ما نكتبش عليكم، لدرجه انني عيني دمعوا عنكت عمتي وقلت لها ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالك. هضرت مع ولدها قلت لها راني تشاورت مع الام ديالك، هو ما عجبوش الحال، قال لي موضوع بيني وبينك ما كانش عليك زعما تخرجي لامي. قلت لي شوفي فلان، انا علاش قلتها لامك؟ باش ما يحسب ليهاش انا جبتني نقرا عندها نصدق انا مطويه لها على ولدها. ايوا هي ديك تفهم الامر، قال لي صافي ماشي مشكل. قال لي دابا شنو قلتي؟ قلت لها انا موافقه. صافي ملي وافق هو وافقت انا موافقه، الاب ديالو غادي يدير لنا العصا في الرويضه، غير سمع حس الزواج وتقنقنت هاد الهضره هو يقول لي وا دابا تبارك الله قريتي وتوظفتي، ايوا بنتي خصكي تحملي المسؤوليه ديال راسك. ولدو ينوض واقف، دار فيه واحد الدوره شيطانيه، حيت هو كانت مرتو قالت ليه بلي الولد باغي يدي البنت، هو خشى في ديك الهضره، ضرب راسو ما عنده خبر. قال ليه الوالد، قال لي هاد السيده هادي راه ان شاء الله باذن الله تكون عروسك وراه غتكون مراتي. قال ليه كيفاش؟ قال ليه كيف ما سمعتي، هادي غادي نتوج بيها وراه هادي بنت خالي، ما غاديش نلقى محسن منها. قال لي خصك تكون فخور بها انها قرات عندك وطلعت بها التربيه هادي الحسنه. با ما عجبوش الحال، قال لي شوف ولدي كل واحد ياخذ قد المستوى ديالو. بقى فيا الحال وبديت كنبكي، قلت لي حرام عليك عمي، على مالنا حنايا؟ ما كناكلوش الخبز اللي كتاكلوها. قلت لي الحمد لله واخا عايشين غير في العربيه، اخلاقنا عاليه ومربين وكنحترموا الغير اكثر ما كنحترموا راسنا. قلت له دابا الله يجازيك بخير على هاد الهضره، فعلا انت درتي فيا الخير، سنوات وانا كنقرا معكم هنايا عندكم هنايا، وربي حن عليا وتوظفت فعلا مع ولدك وانا دراعو اليمنيه، ولكن اللي خصك تعرفو عمي راه هاد ولدك راه باغيني للزواج، اذا انا ما غاديش نبقى غير ضيفه عندكم، انا غادي نولي مولات الدار. قال لي بنتي انت غير كتحلمي. قلت لي علاش كنحلم؟ علاش؟ قلت له ما منحقيش نحلم، ولا حنا ما عندناش فقراء ما عندناش حق نحلمو؟ بقيت كنتلاج معاه وهو يقول لي ايوا هادي هي اللي باغي تزوج بها وليدي، هادي اللي كتلاج مع راجل قد باها ولا اكثر من باها، عاد تجي وتزوج بها وتجيبها لي انا عروسه للدار. صافي ولد عمتي قال لي عافاك سكتي الله يعطيك الصحه. دخلت لبيتي بقيت كنبكي. المهم بديت كنجمع في حوايجي، تبعتني عمتي قدني كنجمع في حوايجي. قلت ليها واش حمقه ولا مصديه فين باغا تمشي؟ قلت لها نمشي لدارنا. قالت لي اه فعلا خصك تمشي لداركم. قلت لها صافي عمتي الله يجازيكم بخير، درتو فيا الخير اللي ما عمرني ما غادي ننساه لكم. قالت لي فعلا خصك تمشي لداركم، ولكن ما غادي تدي حتى حاجه من حوايجك. قلت لها علاش ما غاديش نديهم؟ اه قلت لها نسيت نتوما اللي شريتوهم لي. قالت لي هاد الحمقه واش تي حمقه ولا بيله؟ قالت لي انت غادي تمشي لداركم باش غادي نجي نخطبوك من تما. قالت لي انا غادي نصيفطك غدا ان شاء الله واحد السيمانه بدل الجو، علمي والديك وديك الساعه ان شاء الله غادي نلحقو بك باش نجيو نخطبوك رسميا. فرحت عنك تعمتي بزاف، شكرتها بزاف، حيت هي كانت انسانه بالمرتبه الاولى اللي دعمتني في هذه الحياه، مسكينه عزيزه عليا والمعزه ديالها في قلبي ما كتوصفش. الله غد لي غادي يوصلني ولد عمتي المحطه ديال الكيران، مشيت بحالتي للعروبيه، هي فيا بغى يوصلني. قلت ليه لا خلي من الاحسن نخلي الامور كما هي. طلعت بحالتي للعروبيه غادي نعلم الوالد والوالده بالامر ديال الخطوبه ديالي. الوالد مسكين فرح ويعجبو الحال، اما امي ما بغاتش. قالت لي بنتي كخليتي عليك عمتك في التيقار،
راه ماشي من المستوى ديالنا وداك راجلها مكبر وهادي وهادي. قلت لها ما تديش عليها داك غير حمق دبر راسها خليها صافي. هذيك جلست في دارنا تقريبا 5 ايام. نهار السادس غادي يطلعوا غادي يخطبوني طبيعه الحال جرى معاهم راجل عمتي وملي مجاو هو راه خاص نزومو علينا ما هضر ما تكلم وفاش كيهضر كيخشي فينا الهضره وبنادم يلبس قدو يواتي وبنادم يمشي في المستوى ديالو. المهم شي هضره طايبه وخضره ما فيها ما تهزي. الوالد بطبيعه الحال ما كانش كيتسوق له ما دايهاش فيه. اللي همه هو الدري اللي جاي يخطبني بعقله تبارك الله. ودري زعما واعي ماشي بحال باه. باه واخا قاري ما كاينش الوعي نهائيا. صافي هذيك فاش خطبوني من عند الوالد وافقوا تمت الخطوبه الحمد لله كلشي داز بخير وعلى خير. درنا وقررنا ان العرس غادي نديرو في الصيف على حسب خوتو وخواتاتو باش يتجمعوا. يعني عنده خو كيف ما قلت لكم كاين في نفس المدينه هذاك يعني ساهل دغيا يجي واصلا كان كيجي عندنا مره بالنسبه لخواتاتو باش يتجمعوا حتى هما في الصيف. وجدنا العرس ديالنا انا بقيت بطبيعه الحال مع عمتي واخا راجلها كان ينق عليا صباح وعشيه ديما خاشي فيها الهضره. في الاخر وليت كنتفاداه البلاصه اللي كيعمرها هو انا كنخويها وما كنبغيش زعما ندير راسي فيه. كنقول ليه دبر كنقول مع راسي دبر راسو كيف ما كان الحال. هو راجل كبير في العمر ديال الوالد ما نديش عليه. صافي توصل الوقيتة ديال العرس ديالي خواتاتو فرحوا ليا بزاف وتاخوه قالوا لي والله العظيم الا نعم البنت اللي اختاريتي. اول حاجه هما ولفوني مع امهم كذلك كانت كتشكرني وخباهم ما كانش عنده معايا ولكن هما فاش كانوا كيجيو كيشوفوا بعينهم كانوا عارفين انا شكون وكانوا تايقين فيا بزاف. فرحوا ليا كاملين. درت العرس ديالي وكنا درنا عرس واحد درنا العرس في العروبيه وخباه ما بغاش يدير العرس لولدو في العروبيه. راجلي قال لهم انا كتعجبني الاجواء ديال العروبيه ومادام العائله كامله تما نتجمعوا تما حسن. كاين الناس ديال العروبيه مساكن اللي ما يقدروش يهبطوا حتى للمدينه راكم عارفين مع المصاريف الى اخره. درنا عرس واحد انا وولد عمتي الحمد لله دادنا الامور كلها مزيانه والله العظيم الى سيمانه وحنايا دايرين العرس كلشي الناس كلاو كلشي شربوا كلشي حضروا العرس ديالنا كلشي فرحوا. حتى هما بدلوا الجو ديال المدينه ولاد هذاك الغربه اللي كانوا فيها. المهم راجلي مسكين عجباتو بزاف قالك انا يا هذا الجو ديال العروبيه كيحمقني. ما درناش الدخله ديالنا بطبيعه الحال درنا العرس. بقينا تقريبا 3 ايام مورا العرس عاد هبطنا للمدينه. طبيعه الحال انا غادي نعيش مع عمتي. كنا وجدنا بيت النعاس ديالنا وجدنا المسائل ديالنا في داك الاشهر اللي كنا كنتسناو الصيف كلشي كان هو هذاك. بديت حياتي الجديده مع الزوج ديالي في دار عمتي. كنت من اسعد خلق الله. رجلي كان كيتهلا فيا بزاف. تزوجني على الحب واخا داك الحب الصراحه ما كانتش بيني وبينو شي علاقه وما عمرنا مارسنا الحب انا وياه هكا لا شفويا ولا يعني تطبيقيا. كنا كنحبوا بعضياتنا بصمت ولكن كان حب صادق. كان انسان راقي لا في المعامله ديالو ولا في الطريقه باش كيهضر معايا. دوزنا تقريبا سيمانه في الدار ديال عمتي. من بعد داني دوزنا شهر العسل في واحد المدينه. كانت اختو اللي خلصت علينا واحد لوطيل. المهم دوزنا واحد السيمانه ولا في الاحلام. ما عمرني ما ظنيت انني غادي نعيش داك العيشه هذيك. ولد عمتي كان مهلي فيا بزاف. تقولوا لي علاش زعما ما دارلكش دارك بوحدك. عمتي مسكينه كانت عيانه وديما مريضه وكان ضروري نكونوا مجموعين معاها. كانت كتقول لك انا ولادي ولات جوج بنات وجوج ولاد وما شبعتش منهم نهائيا. داكشي علاش اضطرينا اننا نجلسوا معاها وكان هذا الاقتراح ديالي. هو قال لي الا بغيتي دارك بوحدك راه نعزل لك. ما شافني ما كنتفهمش انا وباه. قلت ليه لا الام ديالك مسكينه جا الوقت باش تشبع منكم ما يمكنش دابا نفرقوا عليها انا وياك راه ما عرفت شنو غيوقع فيها. بالخصوص انها مسكينه كنت منسى ويلا مشيت ليها انايا صافي الدار غتخوى عليها معا كانت هي عيانه وديما في الطبيب. رجعنا للحياه ديالنا العاديه ورجعت الامور للطبيعه ديالها. رجع راجلي كيخدم بطبيعه الحال انا هي يدو اليمنيه. هنا عمتي غادي تمرض وغادي تدخل للسبيطار. سيمانه مسكينه وهي نعسه في لوبيطال. كان كيطلع ليها السكر بزاف وما كيبغيش يترك ليا. اضطروا انه ينعسوا باش يرجلوا ليها السكر وكان ضروري اللي قبلها. راجلي كان عطاني الوقت وقال لي ماشي مشكل انا نشوف كيفاش ندير وقابليها انتيا. بقيت مقابلها ولكن راجلي كان محتاج ليا في الخدمه حيت المشروع ديالو اللي دار انا برضني عليه مزيان بحال عندي لاباز وقادره انا نهز له كلشي. جاب وحده ولكن الصراحه الخدمه ديالها ناقصه.
قلت لي شنو غادي دير؟ غادي تخليها باش نعلموها مزيان. قلت لي الظروف ما تعرفش شنو غادي تجيب، وانا ما غاديش نبقى دائما خدامه معاك، راه غادي يجي واحد الوقيته انا حمال نبغي نولد ولادي، يعني غيخصك شي حد اللي يعاونك. قال لي صافي ماشي مشكل، قال لي وفي نفس الوقت غادي ندير واحد الخدامه مساعده زعما اللي تبقى تعاون في الدار. قلت ليه حتى هذه فكره مزيانه. مشيت عند الوالدين ديالي للعروبيه، قلت لهم قلبوا لي على شي بنت تخدم معنا في الدار. الوالده ديالي كانت عندها واحد اختها، عندها بنتها زعما مسكينه، يعني الحاله ديالهم ضعيفه بزاف. قالت لي راه كاينه بنت خالتك فلانه، الا بغيتي تجيبيها تخدم عندكم. قلت لها ما يخطيني من العائله، انا ما نقدرش نخدم بنت خالتي، تجيني عيب وحشومه نسخرها تجيب لي الحاجه، من الاحسن شوفي لي شي حد اخر. فعلا غدينا البصر على بنت خالتي، شفنا واحد البنت بعيده كاينه في واحد القبيله واحده اخرى، وكانت من وسط واحد جارتهم تما هي اللي دبرت لي هذاك البنت. هاد البنت عندها 22 عام في عمرها، كانت معمرها، هي قالت لينا معمرها ما تزوجت، ولكن من بعد غادي نعرفوا ان البنت مزوجه ومطلقه. وراكم عارفين داك البنات اللي كيتزوجوا صغارين وما كيكونوش عاقلين وكيتطلقوا، يعني البنت كانت ناكره هذا الشيء، هذا حنا ماشي سوقنا فيها. المهم جبنا داك البنت للدار، بقات كتعاون، بنيته ظريفه زوينه نقيقيه. المهم انا اول مره مش فاش شفتها عجبتني وارتحيت ليها. صافي هزيناها ديناها معانا، حطيناها في الدار وريناها الامور اللي خصها دير واللي خصها ما ديرش. طبيعه الحال شيخي ما عجبوش الحال، وقال لك نتوما ما لقيتو فاش تخسروا الفلوس خدامين تجيبوا في الخدامات. قال لي انا عمر الخدامه ما دخلت عندي للدار، حتى جيتي انت عاد بقيتي كتجيبي لي انا في الخدامات، ما عجبوش الحال. قلت لي عمي الله يهديك، راه عمتي مسكينه مريضه وما عندها صحه، وانا راني اليد اليمنى ديال ولدك، راه ما يمكن ليش نجلس في الدار ونوافق ما بين الشغل والخدمه على برا، ضروري خص شي مساعده اللي تعاوننا. المهم ولا غض البصر وسكت ما قال والو. بقات ديك البنت خدامه معنا، كنعطيوها الاجره ديالها كل شهر، والله العظيم حتى والديها ما كنتش كنعطيهم ديك الاجره ديالها، كنعطيها على اليد ديالها. قلت لها شوفي انت تبارك الله راكي كبيره ما راكيش صغيره، عندك 22 طالعه 23، فلوس كاهم عطيهم لوالديك، صدقيهم حرقيهم دبري محينك، المهم فلوسك حنا ما غنديو لك حتى ريال، فلوسك خليهم عندك ولا عطيهم لوالديك. المهم انا ما كنتش كنتحمل المسؤوليه ديال فلوسها، ولا نقول ليها راني نخبي لك الفلوس ولا فلوسك حتى تكبري ونعطيهم لك، ولا تبغي تزوجي بنت كبيره بما يكفي، يعني ما غاديش نجي انا ونشد الفلوس ديالها تحت مني. صافي هي هذيك بقات خدامه معنا حتى الوقيته اللي غادي نحس انا براسي ماشي هي هذيك. ما في ديك الوقيته ما كنت كنستعمل لا مانع الحمل لا والو، استعملته غير واحد 6 شهور وانا نقطعو، وسبحان الله غير قطعت مانع الحمل ربي سهل ليا بالوليدات. واخا انا وراجل كنا متفاهمين اننا حتى نكملوا العام ولا العامين عاد زعما نوضوا نولد وليداتنا، ولكن عمتي يوميا كتقول ليها بنتي الله يرضي عليك انا بغيت نشوف وليدات ولدي، ولدي ليا شي وليد ولا بنيه غير نسمع غواتو هنا في الدار ويرد عليا الهضره. ايوا فاش كنت كنقولها لولدها كنقول ليا صافي نولد وليداتنا فيها خير، قطعت مانع الحمل جاب لي الله سهل عليا الله حملت بولدي الاول. فاش حملت ربي ما كملش عليا، ما عرفتش المشكل مناش، واش كنت كنتعصب في الخدمه ولا حيت كان عندنا الخدمه مزيره وكان عندي الاعصاب بزاف. ما نكذبش عليكم البنات وليت غير هضره وجوج كنشعل، ما عرفتش مالي لدرجه داك الحمل ما كمل لياش، وما كملتش فيه حتى 4 سيمانات وهو يطيح ليا. من بعدها مباشره غادي نحمل بنتي، الحمد لله ربي سهل عليا ولات بنتي بخير وعلى خير، ولكن داك الوقيته كنت عاطيه لراسي الراحه، حتى الخدمه ما بقيتش كنمشي لها بزاف. البنت اللي كانت معايا علمتها وبرتها مزيان على الخدمه، ولات هي شاده الخدمه بحال اللي كنت شادها انايا وحسن عاد. فاش ولدت بنتي ولقيت راسي بخير وعلى خير ومزيانه، زعما بنتي ما بغاتش تشد ليا البزوله، عينا معها ما بغاتش تشد لينا البزوله، ما كانش عندي الحليب، اضطرينا نديرو لها الحليب في الفرماسيه. قلت انا البنت ما كنرضعش، ها هي مع المساعده وهي عمتي كتعاون معها، وصافي نمشي نخدم مع راجل نعاونو مع، كانت الخدمه عندهم مزيره ديك الوقيته. رجعت كنخدم مع راجلي، الامور ديالنا غاديه بخير وعلى خير، حتى لواحد الوقيته اللي جا واحد الكليان عندنا. هاد الكليان هذا كان كيعرف راجلي حق المعرفه وكنرغبو، قال لي عافاك انا راني باغي شي بنت الناس للزواج وما كرهت شي وحده من العربيه. قلت له انا الراجل راه يعني يقلب ما يلقاش بحال هذه المساعده هذه اللي عندنا في الدار،
قال لي واش حماقيتي ولا تصطيتي السيد كي داير وحنا نمشيو نشوفوا الوحده مساعده. قلت ليه شوف ما تنساش انا راني غير بنت العربيه، الفرق اللي بيني وبينها انا قريت وخدمت بقرايتي وهي مسكينه خدامه بدرع، شنو زعما الا ربي سبحانه وتعالى سهل عليها حتى هي وتزوج وحتى هي مسكينه توصل لشي حوايج اللي ربما ما عمرها ما حلمت بهم. المهم انا ما عجبنيش رد الفعل ديال الراجل، ولكن بعد غادي نفهم علاش هو داوي. هو قال لي شوفي انا ما عيبت لا من ناحيه الفقر ولا من ناحيه القرايه، انا البنت يعني ما غاديش تصلح لهذا السيد، هذا راه صاحبي وكنعرفو، هو غادي يبغى شي بنت اللي واعيه هكا المستوى ديالها، واخا كيقول لك عربيه راه خصها تكون قاريه شويه وكتفهم. قلت لي هاد المساعده راه كتفهم في كل شيء، على مال هي ما كتفهم والو. ايوا المهم السيد قنعته بطريقه او باخرى، قال لي انا ما غادي نهضر مع السيد حتى نهضروا معاه ونسولوها بعدا واش تبغي ولا ما تبغيش. ايوا هي ديك فاش هضرت معاها غير بيني وبينها، قلت لي راه كاين واحد السيد كليان عندنا وراه طلب راجلي ورغبه بغى يتزوج، ودابا شنو بان لك انا راه واخا انت راكي نافعاني هنا في الدار وما غاديش نسخها بيك وما غاديش يمكن لي نجيب وحده اخرى اللي غادي دير نفس الخدمه ديالك، حيت بيني وبينكم والله العظيم ما عمرني عاودت مراها الشغل، كدير داكشي متقوم مقابله ليا بنتي مقابله عجوزتي مقابله كلشي الدار كدير كلشي هو هذاك، كنجي قبل ما كنحل فمي على الحاجه كنلقاها حاضره. والله العظيم بعد المرات غير كندخل كتجيب ليا البانيو ديال الماء كتقول ليا هاك اختي ديري رجليك كمدي رجيلاتك راكي كتجي رجليك طايبين. انا والله الا كنت كنحشم داكشي اللي كانت كدير معايا كنقول باز زعما سعدات الراجل اللي دخلها الدار، وداكشي علاش كانت عزيزه عليا. ايوا فاش هضرت معها بيني وبينها السيده هبطت عينيها الارض وبقات كتشوف، قلت ليها مالكي؟ قلت ليها ودي اش غادي نقول لك انا ما نقدرش نتزوج بشي واحد لاباس عليه. قلت ليها ماشي تسمعيك ليا درجي حساب لك راه لاباس عليه، راه ميسور الحال ولكن ماشي شي حاجه اللي راه ماشي خانز بالفلوس ماشي مليونير مستور وصافي. قلت لي لا وما نقدرش وهادي وانا كنوقع لي مشكل. قلت لها اش اش من مشكل؟ قلت لي حق راه كنت تزوجت وطلقت. قلت لها ياكي؟ قلت لي اه. قلت لها ولكن سولتك، قلت لها انا شخصيا سولتك قلت لك واش عزبه واش عمرك تزوجتي، حيت انا عارفه بنات العربيه كيتزوجوا صغارات. قلت لي وهذاك الزواج اللي تزوجت وانا كان بلا عقد وكنحشم نقول للناس راني مطلقه، يعني المرأة اللي كتطلق راه كتطلق بالمحكمه كتاخذ ورقه ديال الطلاق على حسب العقد ديال الزواج، وانا ما كانش عندي العقد ديال الزواج وانا الراجل تزوج بيا وانا صغيره. تكرفست عليا مو واحد اختو، ومن بعد فاش هربت لدارنا صافي طلقني فمو. قلت لها كان عليك تقولي هاد الهضره حيت السيد قلنا لي كاينه البنت، وخرج لي قال لي لا ما غاديش نهضروا معها حتى نهضروا مع البنت. كنا هضرنا معاه وانا اللي شجعت راجلي يهضر معاه، قلت ليه غير هضر معاه كله كاين واحد البنت ولكن ما تقولوش شكون هي. ايوا صافي هي ديك ملي قلتها لراجلي راجلي بقى كيشوف قال لي شتي جاب الله ما قلتلوش شكون هي، حيت السيد كان باغي يتزوج. ايوا ما كتبان لي غير داك بنت خالتي اللي كانت غادي تجيبها امي عندي خدامه. طلعنا للعربيه هضرت مع ديك خالتي هضرت مع بنتها قالت لك نتزوج. البنت تبارك الله ما شاء الله كبرت وعطات العين ولات كتحمق بالزين، حتى هي قاريه شويه قرات للسادسة هي وخرجات، كان عندها في ديك الوقيته 18 عام وطلعت 19. ايوا هي هذيك هضرنا مع السيد قال لك واه نشوفها، دينا لتما شافها شافتو. المهم بغاو بعضياتهم تفاهموا مع بعضياتهم غادي ياخذها. هذه بنت خالتي تبارك الله طلع لها الزوج غزال، ما تكونوا كاع نتوما كاملين البنات اللي مادين يديهم للحنة. تبارك الله داك الانسان الله يعمرها هضر، والله الحوايج اللي ما عمرها مسكينه حلمت بيهم في حياتها وصلت ليهم، وهادشي كلشي بفضل الله. ما بغالهاش ربي الخدمه ديال الدور، انا ما بغيتهاش تخدم في الدار حيت ما نبغيش انا بنت خالتي تجيني حشومه نسخرها، يعني ما جاياش نجيب بنت خالتي نجيبها نديرها عندي خدامه، وراكم كنظن فهمتوني. واخا خدامه الخدامه مسكينه كتخدم على راسها بحالي بحالها، غير انا خدامه بالقرايه وهي خدامه بالدرع، ولكن انا يا بنت خالتي ما جاتنيش نهائيا نسخرها، بالخصوص ان شيخي شويه قبيح يعني ما كيحترمش بنادم وكيقدر يطيح من بنادم، غير هذيك كانت عندنا في الاول كان كيطيح بها ودائما كيحشي فيها هضره، ولكن من بعد شفتو كيحترمها وكيعيط لها غير فلانه غير بسميتها. شحال كان شحال هذه كان كيقولها هي فين كنتي، من بعد ولا كيعيط لها بسميتها وكيلحنها بفمه، واخا هكاك ما كنتش كنديها فيه. صافي دارت بنت خالتي العرس حضرنا ليها، داك الراجل ديالها شكرنا بزاف حيت بنت خالتي تبارك الله حتى هي امراه ونص، راكم عارفين بنات العربيه صبارات. ايوا نكمل لكم اخواتاتي، من بعد
لقيت مشكل ان هاد البنت هذه اللي قلت لكم عليها مساعده، فاش شفنا داك الراجل بنت خالتي بحال ما عجبهاش الحال، هي بحال عنكرت في وجهي. هضرت جيت قلت لها شوفي يا فلانه، قلت لها انا الا ما كنتش جبت معاك الموضوع الثاني مره، حيت انت اصلا في الاول كذبتي عليا وخبيتي عليا. قالت لي لا انا ما كذبتش عليك، قلت لها خبيتي عليا الحقيقه. قلت لها من الاحسن كان عليك تقولي لي، قلت لها ما يمكنش اصلا نمشي انا نقول للراجل نزوجك بوحده مساعده ديالي وزيد راها مطلقه وما عندكش ورقه الطلاق. قلت لها ما عندي ما ندير لك زعما، يعني ما كنتيش في المكتب ديالو، الله يسهل عليك حتى انتيا في شي ولد الناس، ولا بان لي شي واحد هكا مطلق ولا نعاود له المشكل ديالك، ولا وافق والله حتى نزوجك على يديا، غير كوني امراه ودخلي سوق راسك. هو السيده من هذاك الوقت اللي زوجنا فيها بنت خالتي ومع حضرت معنا للعرس وشافت الدري كي داير وتبارك الله الدار اللي عنده، بغات تموت بالفقصه من تما، والمعامله ديالها ما مزياناش. وليت كنشوف السيده ماشي كيف من النهار الاول. السيده كنت كندخل مع الباب قلت لكم كتجيب لي الماء سخون كتقول لي كمدي رجلك، من بعد ما بقاتش كتسوق ليا، عارفه القهوه ديالي انا ما كنشربهاش حلوه، ولات كتحل ليا وكتحطها ليا بحال العسل. وليت كنشوفها كدير شي خصايل وبحال كديرهم بالعاني، ما تقبلتش الفكره، ما تقبلتهاش دير بحال هكذاك. واحد النهار كنت قلت للراجل غادي نجلس مع بنتي راني توحشتها، نجلس نقابلها واخا غير يعني يومين ولا ثلاث ايام نجلس معها من بعد نرجع للخدمه. قال لي ماشي مشكل، خديت داك الروبو داك ثلاث ايام، قلت انا نقابل بنتي. قلت للخدامه انت ها انت قومي غير بعكوستي وقومي بالشغل ديال الدار الاخرين، اما الباقي خليه عليا انا يا بنتي، انا غادي نقابلها هاد ثلاث ايام. ايوا خواتاتي دخلت بنتي ندوش لها انا، يلاه كنزولها الحوايج وانا كتبان لي البنت مكطفه يعني في واحد البلاصه في اللحم ديالها زرقاء. بديت كنفتش بنتي لقيت فيها مسكينه القرايص. قلت لها لا 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 لا, لا. البنت مقروصه بحال هكذا ياك ما بنت الحرام كتضربها، ما بغيت نقول ليها والو، قلت انا بغيت نشدها عايشه. هاد الفكره هذه كانت الفكره ديال الزوج ديالي. قلت ليها انا شكيت في البنت كتضرب. قال لي كيفاش؟ قلت ليها شنو لقيتها مقروصه، وريت له داك القطيفات اللي فيها. قلت ليها هادو والله الا قرصات. قال لي والله ما نعرف، ربما غي طاحات ولا قاسه شي حاجه. قلت ليه لا 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 لا, لا. ما تقول ليش قلب الام كيحس، وانا حسيت بنتي هاد الايام ماشي هي هذيك البنت. يا خواتاتي ما كتبغي لا تسكت، كطل النهار والمطر وهي تبكي. ايوا واش غادي نقول لكم، والله العظيم الا بقيت حيره وكنقول كيفاش هاد السيده هادي يعطيها القلب ديالها تضرب ليا بنتي. راه والله واش شديتها كتضربها، راه والله ما يفكها مني فكك. ايوا يا خواتاتي نوض، جبنا الكاميرا، جبنا واحد السيد اللي غادي يركبها. السيده ما كانتش في الدار، كنت صيفطتها حتى تعكسي للحمام. قلت لها دي عمتي حمحميها مزيان وفركي ليها وكمدي ليها عظيماتها عاد اجي. فعلا داتها للحمام داك النهار هذاك، نيت جبنا السيد اللي صوب لينا الكاميرا في البيت ديال بنتي، حيت انا عندي بيت ديال بنتي خاص بها، كتنعس هي والخدامه فيه. الخدامه هي اللي كتنعس مع بنتي الصراحه، وهي اللي كتقبلها الا نط في الليل. ما قلت لكم انا ما كنردهاش، ولا نط في الليل كتعطيها البيبرون. كانت كتنعس هي في الناموسيه ديالها والبنت كتنعس في سريرها. كنا غادي ندير لها تما يا الكاميرا، ولا كانت كضر البنت اكيد راه كضربها ملي كتدخل تبدل ليها ولا شي حاجه، ولا ما كتبغيش تنعس ليها وكتبقى تقطفها. درنا داك الكاميرا خبيناها، الجن الزرق ما يشوفهاش. صافي رجعت لخدمتي عادي، بقينا مراقبين السيده. داك الايام هذيك ما ضربتها ما والو، صراحه عيت نراقب فيها ولكن ما ضربتش البنت، ولكن البنت باينه كتخاف من الخدامه. البنت مسكينه ملي كتجلس تبدل ليها كنشوفها مسكينه غير مبلقه عينيها وكتشوف فيها وخايفه لا تضربها البنت. المهم كانت كتخاف، بقيت كنراقبها هذا النهار غدا. حتى لواحد النهار تصوروا شنو غادي نشوف، شفت اللي جاب لي ما يبقاش، كنشوف شي خيط يدخل عندها مع داك جبهيل 11:30. كانت كترد على البنت باش كتنعسها، حيت بنتي كتنعس مع داك جبهيل 11 كتنوض بكري في الصباح. ملي كنمشي انا للخدمه كتنوض مورايا مباشره، مع انا كنت كنمشي مع 8:30 الصباح. غير كتنوض كتبقى تلعب كتفطرها، كنقول ليها انا ملي دير داك 10:30 ولا 11 توشي ليها عطيها البيبرون ديالها ورجعيها تنعس. داكشي اللي كدير، جالسه كتنعس البنت. هو دخل مع الكاميرا عندنا بلاصو تغي صوره، ما عرفتوش شنو قال ليها. انا حطت البنت في السرير غطاتها، وانا نلقاها هي وشيخي كيديروا شي حركات. من بعد ما سدت الباب بالسروت بطبيعه الحال،
جالسين هي وشيخي، اش غادي نقول لكم؟ والله العظيم انا الا تصدمت ما قدرت لا نهضر ولا نسكت، بقيت مصدومه. دخل الراجل ليا المكتب كيقول لي يا مالكي شنو كاين؟ كنقول له ويلي صفرت لا شنو كنشوف، اويلي صفرت لا شنو كنشوف، انا عاد كنوي الوجع عندي كيجري. قال لي شنو كاين؟ حيد لي التليفون من يدي، شاف داك اللقطات اللي اش غادي نقول لكم. با هو الخدامه فواحد الوضعيه اللي خايبه بزاف شويه، والبنت بحال انا تسكت زعنين هكا. رجعت ليها عطات لها واحد جوج صرفيقات، يا خواتاتي ما نقولش لكم عليهم. حسيت بنتي مسكينه تقلب وجهها 180 درجه، ضربت بنتي ورجعت هي وشيخي كيديروا الله يسمح ليهم اللي ما كيبغيه لا ربي ولا عبده. اما عقولتي في ديك الوقيته راها نعسه، كانت كتعطيها الدو كتنعسها وكدير اللي عجبها. فين ما كنمشي كنلقى عمتي مسكينه مسروده، كنقول لها مالك عمتي؟ راني عيانه بنتي، راني مسخسخه بنتي، ما عرفت مالي. السيده هي كنسولها كتقول ما عرفت مالي، وهي السيده مسكينه كتاخذ الدواء. وهذا الشيء غادي نعرفوه من بعد. ايوا راجل فاش شاف داك المنظر جا خارج ماشي تبعتو. فين غادي؟ فين غادي؟ قال لي انا نصفيها لهم بجوج. ايوا ماشينا نوصلوا مع شويه عندنا الخدمه بعيده على الدار، حتى لقيناهم صافي اللي عطا الله عطا. لقينا شيخي جالس في الدوش كيدوش، وهي يلاه كتجمع راسها. البنت كتبكي ربي اللي خلقها، هي عطات هذوك جوج صرفيقات وخلاتها مسكينه كدير كتشاق. بنتي كتشاق، البنات كتشاق ربي اللي خلقها. اما عمتي مسكينه مسروده في واحد البيت، شعل لها واحد الفيلم ومجهده الفيلم على ما فيه من جد باش ما تسمعش حسهم، حتى لا بغات زعما تسمع ما غادي تسمع والو. اما هي مسكينه ما عندها لا يدين لا رجلين باش تنوض توقف وتشوف شنو كيوقع ورا ظهرها. ايوا غير وصلنا، راجلي اول حاجه دارها بقى كيعيط على باه، قالت له راه عمي في الدوش. قال لها الله يعينك. قال لها دابا هذاك عمك هذاك الخانزة الديره ما خلالهاش بالكلمات الطايحه، غير من الحزام ورد الفوق شدها بالقجه. جيت انايا زولت له يديه منها، قلت له راه تمشي تفوت في المصيبه شي ضربه. قلت له اجي لهنا بعدا اجي. قلت له شدها لي، شدها عاود شدها، واخا زولت له يديه عاود شدها بالقجه. وكان طلع معاها بواحد الربعه تصرفيقات، حتى قلبت لها المخيخ ديالها. قلت لها بعدا رد لك الصرف اللي درتي لبنتي مسكينه كضربي بداك السقالي. قلت لها قدك قدها يا الحقيره يا الديره يا المجرمه. البنت ما عرفت باش تبلات، كتقول لك انا شنو درت؟ انا ما درت والو. وانا جبت ليها الفيديو، حيت اي فيديو كيبقى مسجل. وفاش رجعنا للفيديوهات الاخرين اللي مسجلين ولقينا الكوارث العظمى، حيت انا كنت كنحل الكاميرا كنشوف السيده كتبدع البنت، كتحطها تنعس صافي، كتنوضها كتبدلها مثلا، ولا كتديها الدوش لا وتجي تبدلها. يعني صافي ما كنرجعش للقطات الاخرين، كنرجع للدار صافي. ورا السيد كان كيدخل عندها حتى بالليل، وهي حنا في الدار مجموعين وكيدخل عندها بالليل. ملي رجعنا لذاك الفيديوهات كاملين والله العظيم الا ما تشوفوش فيهم الله. بغينا نمشيو يعني نبلغوا بها البوليس ونديروا شكايه، ولكن خافنا على عمتي. عمتي مسكينه هادشي كامل واقع وهي لا خبر. اما راجل عمتي ما خلالوش راجلي بالهضره، ما خلالوش بالهضره، ما خلالوش. قال لي واش نتايا دابا راجل؟ عيط لخوتو البنات وخوه الاخر، جمعهم قال لهم هباكم ها شنو كيصوب باكم. ما عجبهمش الحال، ما خلالوش بالهضره. ايوا كلشي تكب ليا على راسي، وقال لي انت اللي درتي ديك الكاميرا وانت اللي بغيتي تقبحيني مع ولادي. السيد رجع كيحكر عليا الصباح وعشيه بالنسبه لهذيك الحقيره الزينه ديناها عند ما قلنا ليها هذه رد بضاعتكم ردت اليكم، شدوا علينا الوسخ ديالكم حطيناها عند ما وجينا بحالاتنا. ومن تما حلفت بحلوفي لا ندير الخدامه ولا نجيبها للدار. بالنسبه لراجلي حاليا كيقول لي غادي نفرق على والديا، ولكن انا ما بغيتش. باه دائما كيدير لنا الصداع في الدار وكيدير لنا المشاكل. عمتي مسكينه ما عندها ما تعاود، واخا شاكه في شي حاجه كتقول لينا علاش صيفطتو فلانه كانت نافعاني وكانت منساني. كنقول لها ودي عمتي كانت كتحفر لك فين تدفنك. المهم من بعد غادي نعرفوا ان السيده مسكينه كتاخذ الدواء. كانت كل نهار كتقول عطوني الدواء ديالي اللي كانت كتعطيني فلانه، عطوني الدواء ما عطيتونيش الدواء، كيدير هاد الدواء اللي كتعطيك فلانه. ملي رجعنا لذاك الدويه لقيناها كتعطي واحد الدواء ديال النعاس، يعني كيسخسخ بنادم. ما تنعسي ما انتي نعسه ما انتي فايقه، غير حل عينيك وحل فمك بحال الضبعه. هذاك الطبيب كان خرج لها ديك الدواء في الوقت اللي كانت مسكينه معصبه ومريضه، ولكن كنقطعوا عليها استعملته شهر ونص. قال لها ما ديريش تستعمليه، ولكن السيده بنت الحرام كانت كتجي شيخي كيجيبوه وهي كتعطيه لها باش كينعسوها ويرقدوها.
وكان موعدها بالزواج، وهي براسها قالتها ليا، قالت لي انا كان موعدني بالزواج وكان كيضحك عليا وكيقول لي غير تموت مراتي غادي نتزوج بك. واخا صراحه كان طامعه فيه يتزوج بها، وهو مازال عمتي مسكينه على قيد الحياه، ولكن ما بغاش حيت كيخاف من ولاد وكيخاف من الشوه. وهذا الشيء هذا البنات اللي صار لحد الان عندي المشاكل مع شيخي. اما راجلي حلف على الخدامات، قال لي جلسي قبل دارك وقبل بنتك، حاليا راني حامله وقريبا نولد. شيخي دائما كيحشي فيا الهضره، عمتي مسكينه مازال عيانه، ديما كتقول لي رجعي لي البنت اللي كانت عندي، كنقول لها لا عمتي ذكرى تزوجت مشات لدارهم، ما بغينا نقول ليها والو. حاليا انا الضمير ديالي كيأنبني وكنقول علاش ما قلتش لعمتي داك الشيء، حسيت براسي بحال كنخونها بحال ما نعرفت. هذه هي قصتي وحكايتي، وكنتمنى خواتاتي تنصحوني الله يجازيكم بخير وبسلام عليكم.